الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا وين ما كانوا. التحية والترحاب لكل المتابعين لظلال الأصيل لهذا اليوم. نحن بنمس عليكم، بنقول لكم مساكم خير وصحة وعافية، ودعواتنا المصحوبة بأنه دائما يكون يومكم وأيامكم وأسبوعكم كان جميل. في نهاية كل أسبوع نحن بنلتقيكم بذات الشغف والشوق للقياكم بالتأكيد من خلال مجموعة من الفقرات الراتبة اللي أنتم بتحبوها شديدة. تحية لكل مبدعين بلادي اللي تفننوا في أنهم ينثروا لنا درر إبداعات مختلفة، سواء كانت في مجال الشعر أو في مجال الفن السوداني. التحية لكل المبدعين في المجالات الأخرى ولأي مهني بيأدي مهنته بكامل الرضا والقناعة وبكامل التفاصيل اللي بحبها جدا. احنا بنقول دايما حب ما تعمل كي تعمل ما تحب. احنا بنحيي كل الناس اللي تعبت وشقت خلال الاسبوع الفات واللي كان من خلاله ثمرت يوم الخميس اللي احنا بنقعد فيها وبنستكين وبنقدر نجرد حسابات اسبوعنا كيف كان وعملنا شنو وشنو الانجاز اللي احنا انجزناه، وبنقعد في جرد حساب مع نفسنا ومع ذاتنا بانه اكيد اكيد القادم احلى واجمل. خلونا مع بعض نستريح في واحد اولى المساحات اللي بتجمع بيننا وبينكم من خلال ظلال الأصيل، ونهديكم لحن البداية. في هواك يا جميل تتحطم مالي
كل ما سألت عليه